قدس الله الواحد امين. عن تجربة المسيح في المجد على الجبل كتب ماري معلمنا متى وماري لوقا الإنجيلي بالتفصيل عن ثلاث تجارب: تجربة الخبز، تجربة جناح الهيكل، قال له أعطيك مجد العالم، إن سجدت لي وعلى جناح هيك. قال له يوصي ملائكة بك فيحملونك على أيديهم لئلا تصدم بحجر رجلك. لما إنجيل العشية اللي احنا سمعناه ده ماري مرقس الإنجيلي، أكثر إنجيل مختصر، فكتب التجربة في آية أو آيتين. قال المسيح للمجد كان في البرية 40 يوما و40 ليلة يجرب من الشيطان باختصار شديد، وقال كان مع الوحوش وكانت الملائكة تخدمه، بس حقيقة أن القديس ماري مرقس حط الصورة دي بتاعة جبل تجربة بطريقة يعني كل الناس بتبص لها، ازاي المسيح كان يجرب وازاي كان صايم وازاي كان مفيش مأوى وازاي كان برد ولا حر ولا عراء ولا مفيش صحبة ولا حد ولا بني آدم. طبعا صعب جدا، وجبل التجربة اللي بيروحوا القدس ويشوفوه يقول لك جبل يعني ناشف صعب جدا ما يعيش عليه عصفور، يعني مليان وحوش. قديس ماري مرقس حط الجبل تجربة ده كأنه الفردوس، حاجة غريبة جدا، كأنه الفردوس مرة تانية مفتوح. اللي عاش فيه آدم مع الوحوش ما تأذيهوش وفي صحبة الملائكة، دي بقى الصورة. يعني نقول لك الإنجليين ماري متى وماري لوقا كتبوا عن تجربة بتفصيلها، أما ماري مرقس في العبارة الوجيزة جدا دي إدى الخلفية الثانية اللي المسيح عاش فيها في جبل التجربة، كأن آدم في الفردوس تاني، بس مختلفة جدا عن الفردوس الأولاني. إن المرة دي في المرة الأولانية في الفردوس الأولاني الإنسان خدع بتجربة الشيطان ووقع بحسد إبليس وسقط. هنا جبل التجربة ده فيه النصرة، في الغلبة، مفهوش. يعني في المرة اللي فاتت كان في فردوس وكانت الوحوش موجودة مع آدم وكان آدم سيد الخليقة، ولما دخل الشيطان عنصر غريب فيها وقع الإنسان من أول تجربة، من أول مرة أسقط الإنسان في المخالفة وطرد الإنسان من الفردوس. هذا لما يقول لك المسيح للمجد كان عايش مع الوحوش، دي معناها ايه؟ دي الصورة القديمة رجعت تاني، اللي ايه؟ اللي المسيح استردها ليا. المسيح اسمه ادم التاني،
فالمسيح بيرجعني للأصل الأولاني، إن أنا أقدر أعيش مع الوحوش، وإن أنا تبقى في خدمة الملائكة، وإن المجرب يبقى تحت رجلي. هما دول ثلاث حاجات. أما المسيح غلب الشيطان لحساب مين؟ لحسابي، عشان ما تغلبش تاني. ولما المسيح بقت الملائكة تخدمه، طب ما هو الإله وطول عمره هتخدمه؟ لا، ده هو آدم الثاني، ده آدم نمرة اثنين عشان الملائكة تخدمه. ولما يعيش مع الوحوش، أيوة آدم الثاني يعيش مع الوحوش. أفسرها لك بقى على مستوى إيه؟ على مستوى الحياة اللي احنا عايشينها. من جهة المجرب إن أنا أغلبه، لم يكن في مقدور إنسان على وجه الأرض إنه يغلب. فتش العهد القديم كله، فتش حتى في الكبار في القديسين تلاقيهم كلهم لما جه المجرب وقعهم كلهم. سام ضعيف جدا قدام، لأن الشيطان قوة عقلية رهيبة وخبيث، خبث رهيب وغشاش وكذاب، ما في إنسان نجي منه أبدا على مستوى تاريخ البشر عموما. أكبر القديسين تلاقيه واقع في الأرض. إزاي؟ يعني داود النبي ده مش كان مرنم إسرائيل الحلم، واللي ربنا قال فتشت قلب داود وجدت حسب قلب، ده يقع في النجاسة. من العلو الشاهق الكبير قوي من الحياة بالله، حتى من طفولته لما كان يعني يحل روح الرب عليه ويمسك أسد يفسخه، بعد العشرة مع الله يقع. أنا بديك مثل. فمن ناحية التجارب، ومن ناحية قوة الشيطان، ومن ناحية إغراءاته، ومن ناحية غشه وخداعه، من ناحية سطوته، ومن ناحية الخطية الرهيبة، ما في إنسان نجي منه. يقول لك طرحت كثيرين جرحى كل قتلان أقوياء. لما جه المسيح كسر شوكته. هل بقى في إنسان يغلب الخطايا ويغلب التجارب ويغلب الإغراءات؟ في المسيح. عاشوا الاباء القديسين، ما انا بالواحد بيجيب سيرتهم بيزعل، عاشوا في هذا المستوى من النصرة، وغلبوا العدو الشرير بجميع تجاربه. كان يعمل حيل. جه لأنب أنطونيوس استعمل مثلا الذهب على الارض، حيل غش. دسها، مش أنب أنطونيوس داس، ايه يعني مجد العالم، ثروات، فلوس، وعمل له حاجات مخيفة. خوف. إغراءاته السخيفة جدا، غلبوها الشبان. عمر جرجس ده من شاب صغير كذا وعشرين سنة غلب الإغراءات بتاعت الجسد والغرائز المغروسة في الجسم. طبعا ما ليه؟ بالمسيح. ما لما احنا ندخل في المسيح ابتدي كل شيء يبقى مستطاع. انا انكر على الانسان المسيحي اللي يقول انا مش قادر، اقول له لا دي كذا، انت مش عايز. لكن اذا تمسكت بالمسيح الهك الغالب واللي غلب وخرج يغلب، تقدر كل شيء، تقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، مفيش حاجة مش مستطاع. لان المسيح قال كل شيء مستطاع لدى المؤمن. كل شيء، كل شيء، كل شيء. اغلب، اتجاوز التجارب. ارجع لحياتك الخاصة، في حال ثبات الانسان فينا في المسيح تلاقيه غالب، حتى في اليوم الواحد، حتى في سنة من سنينك. لما الواحد يبقى متمسك بالله ومتمسك بوصاياه وبيصلي كتير وماسك في ربنا وفاتح قلبه للمسيح وفاتح قلبه للوصايا، تلاقيه ايه؟ يعدي ويباس اوفر الحاجات، حاجات كبيرة بس بيعديها بفرح. ليه؟
لأنه متعلق بالمسيح ماسك فيه فبيعدي. نفس الإنسان في ظروف مماثلة أو أقل ولكنه مخسع من ناحية الصوم والصلاة والتمسك بالمسيح تلاقيه واقع. عشان كده بقول لك ايه الضمان الوحيد ان انا اغلب ودني غالب؟ امسك في المسيح اقول انا بنفسي انسان، بذاتي انسان، والانسان ضعيف جدا قدام الشيطان وقدام اغراءاته وقدام الخطايا، ضعيف جدا، ولكن انا بالمسيح غالب قوي جدا. انا بنفسي لمده دقيقه واحده تلاقيني في التراب، انا بالمسيح بنعمته يعني منتصر جدا على الأهواء والشهوات والعالم والإغراءات والغضب والتعب. إيه ده؟ ما المسيح إيه؟ ما هو مسيح النصرة، مسيح الغلبة. لما يتمسك الإنسان دي، ده اللي كسر الشيطان وكسر شوكته وداسه وأعطاني النصرة. بيقال دي ده، أنا بقول لك دول ثلاث نقط في الإنجيل في الآيتين بتوع القديس ماري مارس، انه تجرب في كل شيء مثلنا لما ياخذ طبيعتنا، ولكن غلب. برضو اكتر حاجه بتمرر نفسيه الانسان انه يحس انه مغلوب، لو تمسك في المسيح تغلب. ما احنا بنتناول ليه؟ انا بتناول عيش بالمسيح عشان ما واجهش التجارب بنفسي. أمال أنا بصلي ليه؟ وقال صلوا كل حين وصلوا بلا انقطاع ليه؟ عشان تدنك ثابت في المسيح ومتعلق به. نشبهها زي ما أقول لك مثلا إيه، نهر كبير قوي قوي قوي، مية عاتية وأمواج صعبة، وبعدين في واحد بطل سباحة كبير قوي وعنده عيل صغير، يقول للعيل الصغير تعال عديك النهر. العيل الصغير ما قدرش يعدي النهر، ده في شبر مية يغرق، يقول له تعالى عديك. ده عدي كل ده، يقول له تعالى بس. طب اعمل ايه؟ يقول له امسك اشبط في رقبتي تعلق بيه وهتسيب. النهر مخيف، مخيف جدا. طب ايه؟ اشبط فيه وانا عديك. اللحظة اللي تسيب فيها هتغرق. لا يمكن لواحد فينا يقدر على التجارب من أي نوع، ولكن إيه رأيك لو تعلقت بالمسيح الإله بالإيمان بقوة شديدة، قل ماسك في ربنا جدا، ماسك فيه ومش هسيبه، بص تلاقي إيه؟ تعدي التجارب. مش بذاتك، ما عندناش افتخار، ما عندناش اتكال على زراع بشر، ما عندناش واحد يقول اصلا انا سمارت. ما السمارت ده ما يقدرش يعدي تجارب، يقع. واحد يعني متعلم قوي ما يقدرش يقاوم الاغراءات، العلم ملوش دعوه بالاغراءات. واحد غلبان قوي بس ماسك في المسيح يعدي التجارب، يدوس الشيطان طبعا. آمن ان احنا اعطينا هذا السلطان. ايه اعطانا السلطان؟ ايه احنا حافظينها بالكلام، اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العالم. لكن لما تبص في حياتي العملية ما تلاقينيش دايس الحياة ولا العقارب، مش قادر، ما عنديش. انا صاحب سلطان لكن مش بمارس السلطان. انا ليا سلطان ان انا ادوس الشيطان بكل اعماله، لكن بتلاقيني في حاجات كتيرة واقع والشيطان غالبني وضحك علي. المخرج الوحيد هو التمسك بالمسيح والثبات فيه. من يأكلني يحيا بي. التمسك بالمسيح والثبات فيه. كل ما اقدرش اسيبك، ما اقدرش، انا ما اقدرش اواجه الدنيا دي بنفسي ولكن بالمسيح. الحته الثانيه اللي بقول لك المسيح استعادها لينا وردها لينا في جبل التجربة دي، ان احنا اصبحنا ممكن نعاشر الملائكة. مش ممكن، انا
يا ابويا ده انا انسان غلبان، ده انا غلبان قوي. ملائكة ايه؟ مسيح له المجد اعاد لينا صورتنا الاولى، واعاد لينا الحياة في الملكوت. في الملكوت ده لما نموت، لا لا، ها ملكوت الله داخلكم. انت دلوقتي بالمسيح يسوع متحد بالابن الكلمة بالحياة الأبدية، بيت الملائكة دي والسماء والسمائيين والقديسين، دي حياتك، دي عشرتك، ده انت مع أهل بيت الله. أنا أقول لك أكثر من كده، احنا غرب في العالم، صح؟ المسيح نقل مركز فكرك وحياتك للسماويات، وبقينا بالنسبة للعالم غرب. لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم، لكنكم لأنكم لستم من العالم. أنا عاوز يعني عاوز إدراك بقى، عاوز أفهم كويس إن أنا وأنا عايش في العالم دي غربة، وأنا بفكر في السماويات ده وطني، دي حياتي، دي لذتي وفرحي ومكاني، والملائكة والقديسين دي طبيعة الحياة الجديدة اللي المسيح أنعم بها علي. مش غريبة، اوعى تفتكر انها خيالات، لا، ده الواقع، ده الحق، ان المسيح له المجد فتح لي الفردوس مرة تانية، وبيت الملائكة وعشرة الملائكة والحياة مع القديسين هي طبيعة الحياة اللي انا بعيشها. طب بس انا بنزل العالم واشتغل وقابل الناس والخناقات والتعب والبتاع والاهتمامات، ولو من بره بس، لكن اعماق نفسي حياتي في المسيح مفتوحة على السماويات. استعجبش بقى ان كانوا مثلا يقول لك ان البابا كرولوس كان حبيب مريمينة، وكان مريمينة يبان له ويظهر له بتاعه القديسين، والقديس يوحنا فم الذهب كان بولس الرسول، وكان يعشق رسائل بولس الرسول، فبولس الرسول كان يظهر له يفسر له الغامض من الرسائل، وكثير قوي شافوا ملائكة وعاشوا مع ملائكة، وعرف واحد من الآباء القديسين يعني عصر أيامنا وعاش لغاية السبعينات يمكن، كان يشوف الهيكل مليان ملائكة، شوف الهيكل مفتوح للسماء، ناس كتير. مش شرط الرؤية العينية، أنا ما أقصدش دي أبدا، أو إن الواحد يشوف بعينه دي حاجة من الحاجات، لكن رؤية القلب والإيمان. فين الملائكة؟ طبعا الكنيسة اللي أنت قاعد فيها دلوقتي اسمها إيه؟ ونقول سلام للكنيسة بيت الملائكة، ما بيت الملائكة. ولما يفتح الكاهن سفر الهيكل ده فتح السماء على الأرض، واللي يقول الشماس ارفعوا عيونكم ناحية المشرق تنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل عليه والملائكة ورؤساء الملائكة ألوف ألوف. مش لازم رؤية العين، ولا احنا كلام بنقوله، ده حق، ان المذبح الناطق السمائي والذبيحة عليه مخدوم من الملائكة، حاجة مش غريبة علينا. فلما المسيح فتح لنا المجال ده بقى يبقى الإنسان المسيح عايش يعاشر الملائكة، يحس بيهم، يحس احساس حقيقي بانتمائه وانتسابه للسماء، ويحس احساس حقيقي بغربته في الارض. طالما نحن في الجسد فنحن متغربون عن الرب، نصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. وطننا فين؟ السماء. عشان كده اقول لك الملائكة مش غريب علينا، مش غريب على الإنسان يتمسك بالمسيح ويعيش معاه، وبالذات في أيام الصوم تحس إن السماء قريبة قوي، تحس إن الحياة في المسيح والحياة في القداسة وسيرة القديسين وريحة القديسين والإنجيل كل ما تفتحه إيه ده؟ إيه ده حياتنا؟ النقطة الثالثة اللي ذكرها القديس ماركوس في الإنجيل ده، ان كان المسيح عايش مع الوحوش الضارية المتوحشة. ودي ايه دي كمان؟ دي امكانية جديدة؟
مش شرط ان انا اروح جبال فيها اسود ونمور وحوش وذئاب وحاجات زي كده. امال ايه؟ ارجع لإشعيا النبي في القديم قال ايه؟ قال زمن المسيح لما يجي المسيح يرعى الذئب مع الخروف والاسد، ويقعد طفل صغير يعني على جحر التعبان يلعب بيه. حكايه غريبه قوي، نبوات غريبه. قال هو ده زمن المسيح، الذئب والاسد والخروف يبقوا مع بعض زي ده. طب اسمع كلام المسيح، ها انا ارسلكم كحملان ايه؟ اقصد ازاي؟ قال صح، صحيح صحيح. قال كان مع الوحوش، بس كانت الوحوش تقدر تعمل حاجة؟ بقى قال ارسلكم كحملان وسط ذئاب، هو ده اللي يقصده. بقى ادخل وسط العالم في وسط ناس بعد عنك كذابين ونمامين وغشاشين وزناة ومفترسين وليهم طباع وحشية، وانا كحمل بالمسيح اللي انا عايش بيه بروح الله الوديع الهادي وعايش في وسط الناس دي، ما جرالش حاجة؟ لا ما جرالكش حاجة. كان مع الوحوش، حلوة لذيذة قوي، انزل العالم ما خافش. بس انا طب اغير طبعي بقى، اتعلم من الناس الغش والنفاق والبتاع وكلام البطل والشتيمة والقسوة، وعامل كل واحد زي ما بتاعه، مع مع العنيف اكون عنيف اعنف منه عشان اعرف سكتي. لا 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 لا، انت نفس الحمل، بس ماسك في حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم، اللي غلب المجرب، عايش مع الوحوش ما غيرش طبعي. عاشوا الاباء الشهداء استلحوش، كانوا بياكلوهم باسنانهم، جرى لهم حاجه؟ لا بالعكس، تمجدوا جدا، ارتفعوا جدا، وغلبوا الوحوش، بل حولوا الوحوش الى حملان. صحيح، حولوا الوحوش، كان مع الوحوش، حول الوحوش. اصدقني اخ، لو انسان فينا عيش سيرة مسيحية حول الوحوش، يسبي الناس اللي لا يمكن. الناس اللي كانوا عايشين في فجور بعد عنك بقوا مسيحيين ازاي؟ مين اللي قاد الفجار رجعهم يبقوا قديسين؟ هل الطبع الوحشي يتغير؟ أو بيتغير إذا كانوا يشوفوا فينا صورة المسيح، بل أكثر من هذا، الآباء القديسين أخضعوا حتى الوحوش الحيوانات الضارية فعلا كان ليهم سلطان عليها. أما برسوم العريان مش كان ساكن مع تعبان؟ هي دي قصة؟ لا دي حقيقة. ماري مرقس مش جنب رجله أسد؟ إيه دي حكاية؟ دي حقيقة، ده سوء حياة. أنست إليهم الوحوش، بقي يجوا لما يشموا فيهم ريحة المسيح يخضعوا تحت رجليهم، حقيقة. عشان كده بقول لك عيش الحق ده. لما المسيح عاش في في الجبل ده، رجعك أن فردوس مرة أخرى كسر المجرب وداسه، أعطانا السلطان أن احنا نغلب التجارب وأن احنا نتقوى بالمسيح على كل تجربة. قول ليش لا دي حاجة بقدرش عليها؟ لا، أقول بالمسيح أقدر قوي. ودخلنا في مركزنا الأول في عشرة الملائكة. يا ريت عشرة الملائكة، يقول لك كانت الملائكة تخدمه، أليس جميعهم أرواح مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص؟ لخدمتنا احنا طبعا، ما دام في المسيح تخدمك الملائكة، تخدم خلاصك، تقويك، تسندك، تعزيك، تحفظك. طبعا ما بقيت الملائكة كده، مش انت ليك ملاك حارس كمان جنبك عايش معاك؟
وأخضع المسيح كل شيء تحت قدميك حتى الوحوش. قليش بقى دي ناس فظة أخلاقها وحشة جدا ما عرفش تتعامل معاها، أمال إزاي المسيح فيك؟ أو دي ناس لا 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 البعد عنها غنيمة، أمال إزاي المسيح فيك؟ اللي يقدر يخضع تحت قدمك حتى وحوش الأرض. ربنا مجد دائما.